بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد مع حضراتكم. النهاردة السبت 27 رجب 1439، 14 إبريل 2018، 6 برمودا 1734. امبارح كنا بنتكلم في موضوع سوريا وتناولنا لبسنا تيشيرت وظهرنا للناس ووصلنا للناس معلومة تمثيلية الكيماوي اللي موجودة في سوريا. انا بطبيعتي لما حد بينتقدني في مصر هنا ما باخدش ودي مع النقد اللي هنا، لانه احنا كلنا يعني اسره واحده وبنبحث عن الامان والاستقرار والاخر وكده. بس اما بعض الموتورين في سوريا خلاف الثوار دول اللي هم يعني احنا بنقول ان هم عندهم شويه غيره على الوضع في سوريا والاخر وكده، لكن في بعض اللي هم ايه يعني المساله عدت عليهم شويه، ما تعرفش بقى هم بيشتغلوا مع اي نظام، وتهديدات وحاجات كده، واحنا وشتيمه وقله ادب وتجاوز وهو الاخر. الحاجات دي على فكره انا يعني حتى ما بحبش اراجعها، يعني حتى بشيلها من على الموبايل مره واحده كده. وشبكه الثوار سوريا وحاجه كده، وشبكات الثوار وهو الاخر. المهم ان الدنيا اتقلبت النهارده الصبح وقال لك القرموطي بيبحث عن الكيماوي في سوريا. تعال نقول لك بقى الكيماوي في سوريا فين، و حد منهم يعني يفضل بقى يبعت لي الكيماوي كذا الكيماوي كذا، وراحوا منزلين على الفيسبوك بتاعهم شبكه الثوره السوريه. المذيع المصري القرموطي قاعد عم يهرج ويتساءل اين الكيماوي في سوريا وعلامه استفهام. في حاجات هتظهر لكم دلوقتي، في حاجات الشباب على البتاع طلعوا. بدك تعرف وين الكيماوي؟ الكيماوي بصدور اطفال دومه، بعيون اطفال خان شيخون، وبحناجر اطفال ادلب ودرعا وحلب ودير الزور والرقه. سهله تنزل سوريا، واعلم بالفم المليان، ارحل يا بشار. وساعتها راح تشوف كيماوي وبراميل وسكواد وروسيا وايران وحزب الله وحشد شعبي وداعش وكل شيء ممكن يخطر او ما يخطر على بالك، انت بس انزل على سوريا وجرب. ماشي يا سيدي. انا بقول ده البوست اللي هو وناس كتير قوي مشيت عليه، وناس كتير يعني حست انه الدنيا بتتزلزل، وانك يعني في شيء مش طبيعي في الموضوع. لا، هو الطبيعي جدا اللي انا عايز اقوله لحضرتك وشبكه ثوار سوريا. لو انت ثوار بجد بتحافظ على بلدك. انا بكره بشار الاسد من يوم ما اتقتل رفيق الحريري، او من وقت استشهاد من 2005، يعني من وقت استشهاد رفيق الحريري. وصلت؟ ومليش علاقه ببشار الاسد يقعد ولا يمشي ولا يروح ولا يجي، مش شغلاني الموضوع. حضرتك ما تزيدش عليا والنبي في الحته دي، لان انا يعني الحاجات اللي بتضايقني فأقول لحضرتك عليها. بتوع شبكة الثوار وثوار السودان وثوار ليبيا وثوار تونس وثوار مصر وثوار كذا وثوار، الثائر هو اللي يحافظ على دولته مش اللي يدمر دولته. الثائر حضرتك عايز تبقى ثائر بقى وهو الاخره، روح النهاردة سيبك من بشار الأسد خالص، روح النهاردة اقف على الحدود، روح النهاردة انزل دمشق، اطلع على شبكة ثوار سوريا وقول يا ترامب انت كذاب، وقول يا روسيا انت محتلة، وقول يا تركيا انت محتلة، وقول يا جزيرة انت بتشتغل على بونت تاني. انما انت ما تقدرش تقول كده. ليه؟ لانه كل حاجة لها تمن، كل حاجة لحضرتك لها تمن. في ناس كتير معارضة وناس كتير مش معارضة. يعني هي معارضة بس مش معارضة، هو معارض لنظام في نفس الوقت اللي بيمشي نظام اخر من دولة اخرى. فاحنا بنقول لحضرتك اللي احنا شفناه واللي احنا جربناه واللي احنا طفحناه، مش ان احنا بنزايد على سعادتك ثائر من ثوار ليبيا من ثوار سوريا، احنا مش بنزايد على حضرتك، بس حضرتك ثائر دولتك ما تتهدش، ثائر دولتك ما تتفككش، ثائر ما تبقاش دولتك ثلاثة واربع دول. ده اللي انا اعرفه عن الثائر. ده طبعا الثورة لو في ثورة، يعني
طب من يوم ما حصلت الثورة في سوريا 2011 ايه اللي حصل؟ ما هو بشار الاسد قاعد، حضرتك عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. ديمستورا رايح جاي، انتوا رايحين على ديمستورا اللي هو المفروض ان هو متولي من الامم المتحده لحل مشكله سوريا. وقبليه كانت ناس عملت ايه في الملف السوري؟ ابدا. وديمستورا خلاص خلاص هيتجنن، مش لاقي حل معاكم، لا مع الحكومه ولا مع المعارضه. فين سوريا هنا؟ سوريا هي روسيا من جانب، اخونا ياسر مر ربنا يديله الصحه وطولة العمر، شكرا استاذ ياسر عبد اللطيف. باختصار كده ادي سوريا، دي روسيا، ودي الولايات المتحده الامريكيه، ودي سوريا هي. بيقول له هنا، بيقول له يعني شوف بشعلاقين بشار اهوت، بيقول له يعني احنا بصوا 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 ده بصوا ده الكاريكاتير ده لو تجيبوه لوحده كده تحفه. واخدين بال حضراتكم؟ بشار الحكم، شوفوا بشار قد ايه، وده الامريكي ماسك لابس قفاز، والروسي لابس قفاز، وبيقول له يعني احنا عايزين نلعب مباراه هاديه كده ومباراه جميله وبتاع وكلام من ده والى اخره، وناخد بالنا على الارض السوريه اللي هو ده. وبعدين في الاخر سوريا الله يحميها. ادي الاثنين اللي متنافسين على سوريا، ادي اهو الاثنين اللي متنافسين برضه على سوريا، ادي روسيا وادي الولايات المتحده. يعني كل واحد من الثلاثه من الاربعه دول بيعبر لك عن حاله اهو، قفاز واثنين ملاكمين والحكم في النص مش باين اللي هو بشار الاسد اهو. نفس النظام فوق، تحت نفس النظام، الاربع صور او الاربع كاريكاتير، خلاف اللي تحت طبعا ده مش كاريكاتير، لان ده اللي احنا عايزينه في النهايه، ان سوريا ربنا يحميها. فانت ادي صاروخ مستنيك في من روسيا. حضرتك بتقول هو انت بتدافع عن روسيا؟ يا عم الحاج ما بدافعش، بقول روسيا محتله، روسيا في جزء من الاراضي السوريه محتلها روسيا، وروسيا بتلعب لمصلحتها مش بتلعب لعيون السوريين ولا عيون النظام السوري، ولا ايران بتلعب لعيون النظام السوري، لمصلحتها. ما فيش حد بيحتل ارض الا رقم واحد لمصلحته. الامريكان بقى، انت حضرتك كفايه روسيا، تدخل امريكا ليه؟ حضرتك انت مبسوط اليومين دول اللي انت بتقول على نفسك ثائر، وبتقول على نفسك ان انت بتدافع عن دولتك، وبتقول لنفسك ان انت عايز تستعيد دولتك، بتدافع عليها من مين؟ ودولتك لما تتقسم اربع دول ولا ثلاث دول، شمال ووسط وجنوب، يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ او شرق ووسط وغرب، يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتدور على اي دولة؟ هتنتمي لاي دولة؟ الثلاث جيوش اللي على مرمى البصر من اسرائيل، هذه الدولة المحتلة، هذه الدولة الارهابية اسرائيل، وبقرر اهو وعلى مسؤوليتي، الثلاث دول بيتنازعوا. جت مصر قالت لك لا يا عم انا مش لاعب الجيم ده. بدأنا نقف من 2013 2014 لما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دول، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رضا الحمد لله. عندنا مشاكل للركب ماشي، عندنا انين والم للشعب ماشي، كل ده كويس، بس عندنا دوله وطن، عندنا جيش، عندنا شرطه، عندنا قضاء، عندنا اعلام، عندنا ناس، عندنا امن، عندنا استقرار، فنحمد ربنا ونشكر فضله. والى مزيد الفتره الثانيه بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله تكون افضل من الفتره اللي فاتت، والى مزيد نتطلع لامور عده تتحل. فلما حضرتك تيجي انت ثوري على عيني وعلى راسي، حضرتك ماسكني من امبارح شتيمه وقله ادب وتجاوز عشان انا بقول لك اين النووي؟ اين الكيماوي؟ اين الكيماوي يا حبيبي؟ وريني الكيماوي.
حضرتك هتقولي بقى تطلع تاني تقول لي في صدر الاطفال احنا عيطنا على الاطفال دي قبلك، لان احنا معيطين عليها بالانسانيه، انت معيط عليها لا بالمعايضه، معلش انا معيط عليها بالانسانيه لانه ده انسان بني ادم زي زيه، وبنعيط على اللاجئين بالدم. لو حضرتك ما تعرفش المصريين اقول لحضرتك المصريين كده، فما تزيدش عليا الله يخليك. انا لا قاصد سوريا ولا قاصد الناس اللي بتستشهد ويعتدى عليها في سوريا والاطفال اللي بيموتوا في سوريا، لكن انت حضرتك مستني ايه؟ العراق مات فيها 1,400,000 لمجرد ان امريكا دخلتها، عايز انت ايه؟ تدمر سوريا عشان تطلع بشار الاسد؟ عنه ما طلع بشار الاسد، انا يهمني الدولة السورية، يهمني المؤسسات السورية. حضرتك هتقول لي هو عاد في مؤسسات سورية؟ يا راجل ده احنا كنا اول ما ابتدينا صحافة، لما كنا بنروح بيروت كنا بنروح على سوريا بالباص، ارخص اسعار هناك واجمل شوارع هناك واحلى ناس هناك وارقى ناس هناك. بنتكلم في ايه؟ انا مالي ومال الاسد يا عم الحاج؟ عايز الدولة، الدولة فين انت من الدولة؟ انت عايز دول؟ ادي صاروخ وادي صاروخ اهو الاتنين بيتخانقوا على دولتك اهو، العنصرين بيتخانقوا على دولتك. الحل ايه؟ مفيش حل، حطها لك كده اهو عشان تبقى الرئيسي اهو يا فندم. الحل ايه من غير ما تشوفني وتتشغل بيا؟ ادي عندك صاروخ اهو يا فندم، صاروخ اهو اهو وصاروخ اهو اهو في النص. بص بص على دي او دي او دي، خلونا ننزل نقول ربنا يحمي سوريا ببساطه كده، ده اللي عايزين نوصله لحضرتك. كيماوي؟ مفيش كيماوي في سوريا، ومفيش يا راجل، هو النظام لا ياكل؟ نعم يا فندم. النظام لا ياكل؟ هو في اقتصاد في سوريا؟ لما هو يجيب كيماوي، ما الكيماوي قلنا لعبه واتلعبت على السوريين قبل، على العراقيين قبل كده، والعراقيين بلعوا الطعم والعرب بلعوا الطعم، افهموها بقى. نرجع تاني نفس السيناريو، ويدخل عند ايران ويدخل عند تركيا ويدخل عند اسرائيل ويدخل عند امريكا، ما كفايه روسيا، روسيا على الاقل يعني على الاقل بتدافع، حتى لو بمنطق المصلحه لكن بتدافع، حتى لو بمنطق المؤيده بس بتدافع، بتحمي. هي لا تحمي نظاما، هي تحمي مصالح لها، هي عايزه يبقى لها تواجد في المنطقه. لكن انتوا شايفين الحاله دلوقتي، ان اللي يطلع يقول او يدافع عن الدولة السورية يبقى بيدافع عن بشار الاسد؟ ما يغور بشار الاسد يا جدعان، انا مالي؟ انتوا عايزين يقعد براحتكم، عايزين يمشي براحتكم، انا ما لا يعنيني بشار بقاؤه من عدمه، انا الذي يعنيني هو الدولة السورية، امني امن القوم بقى، امن بلدي يعنيني في المقام الاول الا تنهار الدولة السورية. لكن وانت فاهم ان مجرد انه نظام بشار يقوم عندك البديل؟ ما عندكش البديل، اديني بديل، ما عندكش. دي مستار عمال من الصبح بقاله يجي 3 شهور يجتمع معاك ويجتمع معاهم، يجتمع معاك ويجتمع، ما عندكش بديل. ما تعملش زينا، ما تعملش زي غيرنا، نصدق الكذبه ونجري وراها والثوره والبتاع، وبعدين نيجي في الاخر نلاقي المسائل شويه مصالح. انت ما عندكش جيش دلوقتي واقف على حيله، الجيش بتاعك شبه منهار من كتر الحرب اللي بقالها دلوقتي داخل على 8 سنين ولا 7 سنين. مش كل ربنا يا رب، ربنا يا رب، ربنا يا رب يحفظ الجيش المصري، ربنا يا رب يحفظ الجيش المصري. انا مش بعمل مقارنه ما بين الجيوش وبعضها، بس سيستم الجيش المصري مختلف تماما، عقيدة الجيش المصري مختلفة تماما، وضع الجيش المصري مختلف تماما، ملامح الجيش المصري مختلفة تماما، منهج الجيش المصري مختلف تماما، سيستم الإطار اللي من خلاله بيشتغل الجيش المصري مختلف تماما، إحساسنا إحساسنا كمواطنين بجيشنا المصري مختلفة تماما.
ما فيش فتنه ولا في انقسام ولا في فلان غير من فلان ولا في قائد مش عارف ايه، في قائد عام للقوات المسلحه، في قائد على القوات المسلحه، الاثنين في يعني في هارموني بين الاثنين، والمسائل في الاخر عند القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي هو رئيس الجمهوريه. القائد العام بيبقى وزير الدفاع. فمش هيجي حضرتك تكتب لي تقول لي المذيع المصري القرموطي مش عارف يعمل، لا يا حبيبي، انا فاهم اللي بيحصل في سوريا، وفاهم اللي بيحصل في ليبيا، وفاهم اللي بيحصل في اليمن، وفاهم اللي بيحصل على الحدود، وفاهم اللي بيحصل من دول مجاوره، وفاهم اللي بيحصل من دول غير مجاوره، وفاهم امريكا عايزه ايه، وفاهم روسيا عايزه ايه، وفاهم ايران عايزه ايه. لكن اللي انت حضرتك مش فاهمه ان هم عايزين ايه من بلدك. هو انت فاكرني حضرتك ان انا مبسوط ان انا بشوف الشعب السوري جوه هو بيتقتل؟ حاشا لله. ما بقاش بني ادم، ما بقاش انسان لما انا اشوف ناس كده من سوريا بتتقتل. واجب امبارح انا كنت بعمل اسقاط على حاجه تانية خالص انت حدك ما شفتهاش. وهسالك تاني، انت كمواطن سوري الجيش السوري عندك فيه كيماوي؟ النظام السوري عندك فيه كيماوي؟ ما هي لعبه الكيماوي دي التمثيليه. التمثيليه اهي اهي اهي، افهمها بقى اهي تاني اهي اهي. صاروخ يمين صاروخ شمال، ودولتك واقعه في النص، دولتك واقعه في النص والله العظيم. انت ما انت واخد بالك، ما تمشيش ورا دوله بتديكوا قرشين ودوله تانيه بتديكوا قرشين ودوله تالته متوفر لك مكان تقعد فيه ودوله رابعه بتعمل لك، ما حدش هيفيدك في حاجه، محدش هيفيدك في حاجه. فأرجوك يعني لا تزايد علينا ولا نزايد عليك، لا تزايد علينا ولا نزايد عليك. سوريا النهارده، واشنطن تمتلك دليلا على استخدام النظام السوري سلاحا كيميائيا في دوما. وكالة الأنباء العربية، ده أحدث حاجة يعني، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مش عارف إيه أن الولايات المتحدة تمتلك دليلا على أن الرئيس السوري بشار الأسد شن هجوما كيميائيا الأسبوع الماضي في مدينة دوما التي كانت تسيطر عليها المعارضة. يا جدعان، لما النظام السوري أو الجيش السوري، الجيش السوري الوطني يعني، بدأ يستعيد مناطق عدة أو يستعيد مساحات عدة في هذه المناطق الملتهبة وبدأت الأمور شبه تستقر، قالك اخلقوا له. يا جدعان الموضوع إسرائيلي بحت، موضوع اسرائيلي. نحو بشار الاسد جانبا اليومين دول، الفتره دي هيمشي، هيمشي مش هيقعد، مش هيقعد على انقاض شعب. بس مشوا بمزاجكم بارادتكم بالاسس اللي انتوا تتفقوا عليها، مش تمشوه بترامب وبوتين والنظام الملالي وتركيا وقطر، ما تمشوش بالانظمه دي وبالفلوس اللي بتدفع دي. مشوه برغبه شعب وبضغط شعب. الوضع الاقتصادي في سوريا منهك، الجيش نفسه منهك جدا جدا جدا، عايز يقف على حلو من تاني، مش قدامه اقل من 10 سنين ده لو الامور هديت. واشنطن برضو مش هتسكت، تملك دليلا على استخدام النظام السوري سلاحا كيميائيا. وانت عمال تقول لي الكيماوي في دوما، ماشي يا سيدي، هو انا بقول لك ان مفيش ضرب في دوما؟ مفيش ضرب في عفرين؟ مفيش ضرب مفيش ضرب في حلب؟ مفيش ضرب حتى في عمق المدن السوريه؟ وانا بقول لك لا، مفيش ضرب. ما في ضرب، وفي ناس بتموت، وفي ناس بتستشهد، وفي اطفال بتستشهد. بس الحاله هتوصل لحد فين؟ روسيا تقول ان بريطانيا ساعدت في تلفيق هجوم كيماوي في سوريا. قالت وزارة الدفاع السورية يوم الجمعة ان بريطانيا شاركت في تلفيق ما يشبه في انه هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية. انت شفت من امبارح توني بلير وهو بيعيط وبيقول انه انا بعتذر له حضراتكم جدا، انه قلنا ان في سلاح كيماوي في العراق وما كانش في سلاح كيماوي. هتقولنا الفيديو ده تاني يا شباب، مش عرضنا لحضراتكم امبارح كولين باول وزير الخارجية الأمريكي وقتها وقت غزو العراق سنة 2003، لما قال لحضراتكم دي أسوأ فترة في حياتي السياسية،
وان انا استعنت باكاذيب عشان اقنع العالم بان هناك سلاح كيماوي في العراق. انهي يتصدق، العراق ولا سوريا؟ العراق. ومع هذا طلع كذب وتلفيق وافتراء، رغم ان انا ايه واحد زي صدام حسين ده يتشنق بسبب اللي عمله في الكويت. الواحد يقول الحق هنا والحق هنا. اه مات مات الله يرحمه، بس في النهايه اللي عمله في الكويت ده يستحق الشرق. واللي اللي بيعمله برضه بشار الاسد في سوريا مساله ما يتسكتش عليها. لكن الشعب هو اللي يقيله، هو اللي يمشيه. انت في فتره دلوقتي في منتهى الحرج، ما بتدورش على طار بينك وبين حد تاني. روسيا تقول ان بريطانيا ساعدت في تلفيق هجوم كيماوي في سوريا. حرب كلاميه في جلسه مجلس الامن بشان سوريا ودعوه لحفظ الادله ليورو نيوز على الهجوم الكيماوي. رفضت الولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا نفس الاطار اللي كنا بنتكلم فيه عن العراق امبارح. هو نفس الدفعه اللي موجوده من بريطانيا وموجوده نفس الدفعه. لندن من منال لطفي في الاهرام النهارده مقامره تريزا ماي في سوريا. بعد نحو 3 ساعات من النقاشات المغلقه قطع اعضاء الحكومه البريطانيه رئيس الوزراء تريزا ماي الضوء الاخضر لكيان بتحرك لم يتحدد بعد مع الولايات المتحده وفرنسا لردع سوريا عن الاسلحه الكيماويه مستقبلا، وذلك بعد هجوم كيماوي مزعوم على المدنيين في منطقه دوما قرب العاصمه السوريه دمشق. لكن اجتماع حكومه الحرب مع من داونين ستريت لا يعكس المزاج الشعبي. نفس الكذبه يا جدعان بتتعمل في سوريا. مقامره حلوه من عند منال لطفي. روسيا دلال دامغه على مسرحيه كيماوي سوريا في صفحه الاهرام بكره الصفحه الاولى، النهارده في الصفحه الاولى. وزير خارجيه لافروف بيقول ان موسكو لديها دلائل دامغه تثبت ان هجوم دوما الكيماوي المزعوم في سوريا مسرحيه. مسرحيه. روسيا تحذر من مغامرة ترامب في سوريا، صاحبة الجمهورية النهاردة. العالم يتراقب وتداعيات تؤخر الضربة. روسيا الهجوم الكيماوي في دوما صاحبة الشروق مسرحية وتمتلك أدلة قاطعة. لافروف يأمل لوزير خارجية الروسي ألا تتكرر أحداث ليبيا والعراق في سوريا. آه يا جدعان يا جدعان والله العظيم، ما هو عشان هو وزير خارجية روسيا تمثيلية تمثيلية وفيلم ومسرحية ومسلسل 7 حلقات ومسلسل 15 حلقة و30 حلقة ومن جزئين وهيبقى من 3 أجزاء وهيبقى من 5 أجزاء زي الليالي الحلمية. دي هتبقى ليالي سوريا، دي مسلسل ليالي سوريا. انت يا ثوري انت مش حاسس، انت ليك حسابات تانية. وحتى لو شرب بشار الاسد انت ليك حسابات تانية. اي ثورية وانت بلدك بتنهار بنسبة 100%، اي ثورية، اي ثورية وانت جيشك بيقضى عليه بنسبة 100%، اي ثورية، اي ثورية واسرائيل هتحتل الجولان بعد ما كانت بتحتل الجولان هتضم الجولان، اي ثورية. حضرتك هتقول انت بتدافع عن بشار الاسد، يا سيدي ماليش علاقة بالاسد، بعت الاسد فرخة، ماليش علاقة بالاسد. انا دلوقتي انا ليه علاقة بدولة ليها وضع معين في نفوسنا. سوريا دي مش اي دوله. ايام الوحده العربيه وما قبل الوحده العربيه وعبد الناصر وقتل والناس دي كلها مش اي دوله. سوريا دي عمق الامن القومي او من دول عمق الامن القومي العربي. مش بنتكلم على حاجه معينه، لا. ضاعت العراق. بالعراق بتقف دلوقتي على حيلها، ربنا يوفقهم. العراق سكتت شويه داخله على سوريا. ليبيا ضاعت. وعلى ما ليبيا تلم الشتات بتاعها او تلم او تعالج الالم بتاعها تاخد وقت. دي دول كان الاقتصاد بتاعها مريع. ده في السبعينات كانت العراق دي من اقوى الدول في العالم. من اقوى الدخول في العالم. العراق دي كان فيها كل الجنسيات بتروح تشتغل فيها. كان عندنا ناس من مصر لا عشان تروح تشتغل في العراق بيبقى يوم الهنا. في السبعينات والثمانينات انهكت العراق بالحرب العراقيه الايرانيه، وبعدين الغلطه الكبرى بدخول الكويت، وبعدين الحرب على العراق، وبعدين القبض على صدام، وبعدين اعدام صدام، وبعدين بريمر.
بريمر ده كان الحاكم العسكري للعراق بعد سقوط صدام حسين. بول بريمر اسمه كده، بول بريمر. والانتهاكات اللي انت شفتوها والكلاب اللي كانت في السجون العراقيه، ويجيبوا العراقيين وخوفوهم ويجيبوا حاجات ويعملوا عليهم اللي اتأدب ووساخه ومسخره. هنكرر المسرحيه تاني. امنعوا ليالي سوريا، امنعوها بتكاتفكم على الاقل في الفتره دي. مدير الاف بي اي السابق ترامب كذاب بالفطره، ده كتاب يعني عمل جدل في السوق. الامم المتحده تحذر من السيناريو الليبي في سوريا، المصري اليوم الاستاذ محمد البحيري. البنتاغون تحاول تاخير الهجوم على سوريا خوفا من حرب شامله، صاحبه الدستور مدمره وحامله طائرات امريكيه تتحركان صوب المنطقه. روسيا تنشر مقاتلات في حميميم ومي تحصل على دعم من وزراء للتحرك. الوفد تهاني شعبان النهارده شبح الحرب العالميه ويخيم على سوريا. الاسطول العسكري الامريكي في طريقه للبحر المتوسط للمره الاولى منذ غزو العراق. فرقاطة فرنسية وغواصات بريطانية محملة بصواريخ كروز تتوجه للشواطئ السورية. التايمز صحيفة اليوم السابع، رباب فتحي وأحمد جمعة بتقول الضربة الأمريكية لسوريا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. روسيا نقطتين، لدينا أدلة على مشاركة بريطانيا في فبركة الهجوم الكيماوي في سوريا. البوابة، المواجهة القادمة حرب عسكرية وشيكة بين تركيا واليونان. عمر رأفت تتزايد المخاوف بشكل كبير جدا من انزلاق المناوشات العسكرية بين تركيا واليونان جوا وبحرا إلى مواجهة عسكرية واسعة عقب وقوع سلسلة من الحوادث خلال الأيام الماضية بالتزامن مع تصاعد الاحتقان السياسي بين البلدين حول العديد من القضايا العالقة. أستاذ محمد لطفي في أخبار اليوم، اليوم مسرحية الكيماوي وسيناريو العراق، لا أرى الاتهامات الأمريكية لدمشق بشأن هجوم كيماوي على دوما السورية سوى أنها مسرحية جديدة تتخذها أمريكا وحلفائها ذريعة للتدخل العسكري في سوريا. والمزاعم الامريكيه باستخدام دمشق للسلاح الكيماوي الخطر على الكائنات الحيه باتت اسطوانه مشروخه ومفضوحه امام العالم. الهدف الخفي والمحاوله المستميته للخلاص من نظام بشار الاسد وتدمير بقيه سوريا والقضاء على الجيش النظامي السوري. مواجهه على انقاض سوريا، الاستاذ احمد عزت في الاخبار اليوم ايضا. اعتقد دي مش عارف اخبار اليوم ولا الجمهوريه دي. استاذ احمد عزت في اخبار اليوم ولا الجمهوريه من القاهره؟ بس اتاكد، اتاكدوا لي النبي يا شباب. استاذ احمد عزت اخبار اليوم ولا الجمهوريه؟ متاكدين؟ اتاكدوا بس اخبار اليوم ولا الجمهوريه؟ اتاكدوا من الجورنال نفسه. اخطر ما في المواجهه الغربيه الروسيه الاخيره هي انها اتخذت من سوريا ساحه ومسرحا لها، وما يجعل من حلها امرا عسيرا خصوصا في ظل وجود اطراف مثل تركيا وايران لا تخفي مطامعها ومخططاتها وربما يستدعي موقفا براغماتيا غير تقليدي اذا الحل في سوريا ننتظره من قمه الدمام. لا ما فيش قمه ولا حاجه، لا الدمام تعمل حاجه ولا بتاع. اخبار اليوم الاستاذ جلال عارف، سلاما دمشق، قصه الكيماوي هذه المره بدات من لندن ومع حكايه محاوله تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبيال وابنته قبل اسابيع تم توجيه الاتهام مباشره الى روسيا. تبرع وزير الخارجيه بالتاكيد على ان قرار من اخبار اليوم. طيب يبقى من اخبار اليوم. تم توجيه الاتهام مباشره الى روسيا، وتبرع وزير الخارجيه بالتاكيد على ان قرار التسميم صدر من الرئيس الروسي بوتين شخصيا. بعد خراب مالطا، الاستاذ ريهاب عبد الوهاب في صحيفه اخبار اليوم ايضا. اخبار اليوم النهارده مليئه بالمقالات في هذا الاطار. تنافى المنطق الذي يقول ان الاسد الذي يسيطر على 85% من سوريا باستعداد اخر واهم معقل المعارضه المسلحه في الغوطه الشرقيه والذي قام بقتل المئات بعشرات الهجمات لتحقيق ذلك لا ينقصه هجوم كيماوي يقتل 70 شخص. صح كده؟ ده الراجل يعني انت لو السلاح الكيماوي ده عندك ما كان استخدمه من الاول وكانت الاباده اباده بقى بعد ما يستعيد 80% من الاراضي السوريه هيجي يستخدم السلاح الكيماوي؟ يعني بالعقل؟ اشمعنى الايام دي؟ حافظوا على بلدكم، حافظوا بلدكم دي مش اي بلد، بلدكم دي مش اي بلد، حافظوا على بلدكم، ما تسيبوش الارهاب الاسرائيلي يخش بلدكم بصوره اصعب واسوأ من الموجود دلوقتي. لا هتشوفوا جولان ولا حولان ولا سولان بعد كده، هتخش جماعات إسلامية وجماعات متطرفة وهتحتل مناطق عدة في سوريا وهترجع التمحور السوري بعد كده. قطر بتغذي وتركيا بتغذي وأمريكا بتغذي وإسرائيل بتغذي،
وإيران بتغذي وروسيا بتغذي، فين بلدكم بقى؟ لا انتوا لكم كلمة ولا العالم العربي كله ليه كلمة. هو ما بين قوتين الأعظم، روسيا زي ما احنا ورينا حضراتكم الصواريخ والولايات المتحدة، بس مالكوش حاجة بعد كده. الصواريخ اللطيفة أستاذ كرم جبر في أخبار اليوم أيضا وبيتكلم برضو عن موضوع الصواريخ وهو لا آخره. العرب يمتلكون أسلحة كثيرة لا يجب الاستهانة بها في صادرات التصعيد. ما أنا مش مع حضرتك أستاذ كرم الحقيقة، يعني احتياط العرب يملكوا دي، احنا لا نملك شيء، لو كنا ملكنا كنا حمينا سوريا، إنما ما هنملك إيه؟ ده احنا عندنا قمة عربية مش عارفين هناخد فيها قرارات إيه؟ قمة المنام، قمة الطائف، ولا قمة الدمام بعد بكرة يوم الحد، مش عارفين هناخد فيها قرارات إيه؟ يعني في 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 مواجهه، لكن في اسلحه، لكن مع مين وهنستخدمها ازاي؟ الصراع على سوريا، صحيفه الاهرام الدكتور اسامه الغزالي حرب بيتكلم في هذا. هل سمعتم اخر الاخبار عن الصراع في سوريا وعلى سوريا؟ لقد ابحرت يوم الاربعاء الماضي حملات الطائرات يو اس اس هاري ترومان من فيرجينيا مش عارف ايه وبتاع، وبيتكلم في هذا الاطار وبعد ان وافق الرئيس الكردي، يعني كله كلام يا جدعان ما تصدقوش امريكا. سوريا العربيه راي الاهرام، العالم لا يحتاج الى ضربات عسكريه عابره للقارات لكنه يحتاج الى حلول سياسيه تضمن للشعوب العايشه والحريه ووقف تكميل الجماعات الارهابيه التي تفسد في الارض، هي عدو لكل دماء وتقدم. سوريا العربيه في القلب، والدعوات بان يحفظ الله ارضها وشعبها وان تخرج منها كل القوى التي تعبت بها وان تعود كما كانت في الحضن العربي. لكلكه فنيه وسياسيه، الدكتور عمرو عبد السميع في الاهرام بيتكلم برضو في هذا الاطار. لا انا اسف، الدكتور عمرو سعيد بيتكلم في حاجه تانية خالص، وبراجع المقالات يا شباب. بشار الاسد في السعوديه بيتكلم عن اكتب هذه السطور، الشعوب العربيه تسحب خوفا على سوريا من ضربه غاشمه او شاء او حمله غاشمه يقودها الرئيس الامريكي ترامب على خلفيه الاستخدام المزعوم للاسلحه الكيماويه من جانب بشار الاسد ضد المسلمين. يعني بيتكلم في هذا الاطار، لا شك ان ما يجري بالساحه السوريه منعطف خطير يلقي بظلال سوداء على مناشئ. يعني هو بيتكلم الدكتور محمد حسين ابو الحسين، دكتور محمد حسين ابو الحسن بيقول يعني هل ممكن نلاقي بشار الاسد في سوريا ولا لا، في الدمام ولا لا، ولا ممكن يروح ولا لا، ولا ممكن الجامعه العربيه تدعيه ولا لا. الخطوط الحمراء في الصراع السوري، الدكتور نيفين مسعد في صحيفه الاهرام. خلاصة القول أن القوى الكبرى بحاجة إلى مراعاة شيء من الاستقامة في الخطوط الحمراء التي يرسمها سواء في داخل سوريا أو في خارجها، فلا أحد يبرئ بشار الأسد من جرائمه بحق الشعب السوري، لكن في الوقت نفسه فإنه لا أحد في سوريا لم يتورط في قتل شعبه. ضرب سوريا وأزمة قطر وإعلام حرب، الأستاذ سيد الببلي في الجمهورية. أحمد العطار بيقول في صحيفة الجمهورية أنقذوا سوريا، بيتكلم برضه في هذا الإطار. فماذا يفعل العرب في قمتهم الحاليه في الرياض؟ كيف يتصدون للمخطط الصهيوني امريكا القديم المتجدد؟ اتمنى ان ينحي العرب الخلافات الشخصيه جانبا ويقفوا بجانب سوريا الوطن والامه والشعب وليس النظام والحاكم. جروحنا كثرت وتعددت وتورمت ولم يعد الجسد العربي الهزيل يتحمل جرحا غائرا او خنجرا مسموما يغرزه الاعداء في قلب سوريا. القوه ولا بديل، الاستاذ سمير راجب في صحيفه الجمهوريه بيتكلم ايضا بعيدا عن بشار الاسد ونظامه حتى تجاوزاته، وماذا بعد سوريا؟ ما فيش يا استاذ سمير للاسف. هم لو وقعوا بشار الاسد او لو سوريا خلاص بقت مفتوحه لكل القوى، والله العظيم هيبقى في سوريا بعد كده كل واحد هياخد مدينه ويحتلها. من العراق الى سوريا الثنائي واحد، الاستاذ يحيى علي في صحيفه الجمهوريه. المحزن ان من يزعمون انهم معارضه سوريه يسقطون في نفس الفخ الذي سقطت فيه المعارضه العراقيه في عهد صدام، والذين روجوا لما روج له بوش حتى دمر العراق ونهب ثرواتها، ويدور الان نفس السيناريو حول سوريا. استاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، من يملك وقف الحرب في سوريا؟ الروس، الامريكان، اسرائيل، ايران وحزب الله، تركيا، علامات استفهام على كله. لكنك لم تذكر في سؤالك جيش سوريا ودور الرئيس بشار الاسد. بشار ينتظر القرار من طهران او من موسكو، حتى بيانات الشجب والادانه للقرارات الدوليه تصدر في احدى العاصمتين. لكنك لم تذكر الشعب السوري، ما علاقه الشعب بقرار الحرب؟ الشعب يدفع ثمن الحرب لكنه لا يملك قرار اعلانها او وقفها. يعني ملوش علاقه الشعب خالص باللي بيحصل. ممثلون وجواسيس حرب الصور في اليوم في سوريا، والاستاذ اكرم القصاص في صحيفه اليوم السابع. استاذ دندراوي، الهواري ضرب دمشق تمهيد نيراني للنيل من القاهره، هل عرفتم سبب تسليح جيش مصر؟
استاذ محمد سمير صباح السعاده، ما ليس طبيعيا. وبيتكلم طبعا عن اللي بيحصل دلوقتي في سوريا. عار لا يستثني احد، استاذ احمد الصاوي في صحيفه المصري اليوم. اي الصواريخ اكثر فتكا بالسوريين، الامريكيه ام السوريه ام الروسيه؟ ارجع تاني خريطه اخونا ياسر مرلكي، استاذ ياسر عبد اللطيف، بيتكلم الاستاذ احمد الصاوي. اي الصواريخ اكثر فتكا بسوريا؟ ده الروسي ولا الامريكي؟ تاني عشان الصورة بعيدة عن حضراتكم. الصاروخين دول اكثر فتكا بسوريا؟ الصاروخ اللي هو بتاع يو اس اي ولا الولايات المتحدة الامريكية، ولا الصاروخ بتاع روسيا؟ يعني احنا بقينا دلوقتي نتكلم على الهلع من الصاروخين. طب عايزين الصاروخ الحنين شوية، عايزين الصاروخ الحنين شوية، هنجيبه ازاي؟ هنعمل ايه؟ ما ترجع لنا اعمل الحاج والنبي بالبتاع كده بس لحظه. هو ما فيش وسط؟ ما فيش كاميرا وسط؟ يا بعيد يا قريب؟ مش عايز. لما نجيب كاميرا وسط ان شاء الله نبقى نشتغل. خليها يا ريس عشان ما فيش كاميرا وسط عندنا. ربنا وعدنا كده باستوديو يكون في كاميرا وسط ان شاء الله وكاميرات وسط كده وبتاع. ادي يا جدعان اللي بيحصل في سوريا. اي الصاروخين هيكون حنين على سوريا؟ الصاروخ الروسي ولا الصاروخ الامريكي؟ وبعدين نيجي نقول ثوار، باي حق تقول على نفسك ثائر وانت بلدك بتتمزق وتتقسم وتتدمر وتتقزم وتحتل؟ باي صوره بلدك قبل بشار الاسد، وقت ما كان بشار الاسد، ولا بلدك دلوقتي؟ قول لي انت، قول لي انت. ما هو وزير القوى في العالم برضه زي وزير القوى عندك. طلعت قلت انا ثائر ومعارض ولا اخره، فين المعارضه العراقيه؟ فين المعارضه المصريه؟ فين المعارضه الليبيه؟ فين المعارضه التونسيه؟ هات لي كده معارضه في الدول اللي تعبت 7 8 سنين اللي فاتوا دول، وربنا يحرس الجيش التونسي، ربنا يحرس الجيش التونسي والشرطه التونسيه والشعب التونسي والقياده التونسيه والمؤسسات التونسيه. الحمد لله رب العالمين، واقفين على حيلهم وربنا يوفقهم زي حالنا بالظبط. ربنا يوفقنا كده ونقف على حيلنا اكتر واكتر واكتر واكتر. لكن فين ليبيا؟ فين العراق؟ العراق رئيس وزراء العراقي يعني راجل شغال وربنا يديله الصحه، وفي انتخابات عندهم الفتره الجايه دي. لكن برضه في انهاك للعراقيين من 2000، يمكن من 1990. الجيش العراقي عين عمال يدك دلوقتي في انقسامات جوه. ما اقدرش اقول اكتر من انه ربنا يحمي سوريا ويبارك في من يدافع عن سوريا ويحفظ الشعب السوري ويختار قيادته الصح الفترة القادمة. اكتر من كده لا اريد مزايدة على احد، ولا اريد من احد ان يزايد علي. كفانا ما نحن فيه، كفانا ما نحن فيه. وهؤكد تاني واطرح السؤال بتاع امبارح، اللي يبقى يلاقي الكيماوي في ليبيا في سوريا يبقى يقول، اللي يبقى يلاقي المسرحيه شغاله وشغاله من زمن وقوه دوليه موجوده على الارض السوريه، مش الجيش السوري هو اللي بيعمل ده. هو الجيش السوري ربنا يكون في عوننا. هاخد فاصل وارجع لمصيبه اخرى ومشكله اخرى، ما حدث اليوم في الأراضي الفلسطينية بعد الفصل.